قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. يا سلام. المؤمن يفرح بطاعة الله، يفرح بالتزامه منهج الله، يفرح بعمله للآخرة، ده على مستوى، يفرح باستقامته، تمام، يفرح بأسرته المؤمنة، يفرح بمن حوله من المؤمنين. في عنده مليون باب للفرح حقيقي، وفرحان أصلا بالإسلام. أما الذي يفرح بمال فقط سوف يتركه. سبحان الله، ما سمح الله للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة متزايدة ولا مستمرة بل متناقصة. نعم. ولحكمة بالغة محبة بنا، نعم، الدنيا لا تملأ نفوسنا، لأن الإنسان لا نهائي، لأنه اختار الله في عالم الأزل.